من الحاجات اللي فعلا بتدعو جدا للفخر فعلا تنظيم مصر لمونديال كرة اليد واهتمام الدولة الكبير بهذا الحدث العالمي الضخم. طبعا كلها ساعات ويبتدي حفل الافتتاح. امبارح بالفعل وصل مجموعة كبيرة من المنتخبات ما عدا امريكا، لان عندهم 21 حالة اصابة بالكورونا ما بين اللاعبين والجهاز الفني. طبعا سيشارك بدلا منها سويسرا وفقا للتنظيم التالي. كمان مقدونيا هتكون بديلة للتشيك في مجموعتنا بعد انسحابهم. وكمان من ضمن الامور الملفته يعني او المهمه وصول كاس العالم نفسه اللي وصل مصر بالفعل مع منتخب الدنمارك. ومن ضمن مشاهد اليوم الاخير قبل الافتتاح ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شاهد التدريب الاخير لمنتخب مصر لكره اليد قبل خوضه مباريات كاس العالم. واكد مدبولي اهميه بذل كل الجهود للخروج بهذه البطوله بصوره تبهر العالم، طبعا مع ضروره الالتزام بكافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للحمايه من فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها بكل حزم للحفاظ على جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي المهم والعمل على خروج البطوله بصوره حضاريه تليق بمصر. احنا بنتكلم عن حدث مهم، ويمكن علشان كده كمان احنا حابين ان النهارده بما ان هو اول يوم ان شاء الله النهارده 13/1 واول يوم بقى لهذه البطوله، احنا معانا فقرتين هنتكلم فيهم تحديدا عن منتخب مصر لكره اليد او هذه البطوله، ومعانا فيديو جراف كمان عن اللعيبه هنعرض لحضراتكم اللعيبه بكل التفاصيل عنهم والمعلومات اللي حضراتكم حابين ان انتوا تعرفوها، لان اكيد احنا في الاول وفي الاخر بنشجع المنتخب المصري وبنتمنى ان شاء الله ان هو يكون يعني صاحب أو حامل لقب البطولة.